بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم سميرة كميزين. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ومتميز ومتنوع كذلك، غتكتشفوا فيه إن شاء الله مفاجآت، فبقوا لآخر الفيديو. غادي نصوروا إن شاء الله في قاعة ديال الأفراح، واحد الحفل ديال الزفاف، وكنتمنوا بالرفاه والبنين لهذا العرسين إن شاء الله، وكذلك الجميع المتزوجين حديثا وحتى الناس المقبلين على الزواج، فكنتمنوا لهم الله يكمل عليهم بخير. وتحيه ديال التقدير واحترام للناس اللي كيخدموا في هذا المجال ديال تمويل الحفلات، اللي كيسهروا بمجهوداتهم باش تدوز المناسبات نتاعنا في اتم الاحوال. وكذلك غادي نصور مع الطباخه المشهوره عندنا في المنطقه فاطمه المراني، اللي الطياب ديالها كلشي كيشكروا وكيمدحوا، يعني لا يعلى عليه في جميع الاطباق اللي كتحضر. ما شاء الله عليها، عندها واحد اللذه في الايد ما شاء الله. وكتشوفوا هنا التحضيرات كتسبق بساعات قبل من ما تبدا الحفله، تشوف كل شيء مرتب، كل شيء منظم. وغناخذ لكم صوره اخواتي للبنات العرايسات، هذا الجديد نتاع التنقاف البرزه في اللون الذهبي بهذا الشكل تاع الارابيسك، رائعه وزوينه. وكنتمنى والله يكمل بخير على جميع الازواج وبالرفاه والبنين. بالنسبه للناس الجدد لاول مره كيلتحقوا بالقناه، فما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد الفيديوهات. واذا عجبكم اخواتي هذا الفيديو المتنوع والمتميز، فما عليكم الا نوصلوا لعدد كبير من اللايكات، وكنعتذر على التقصير كتجربه اولى لهذا النوع من الفيديوهات. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، والى اللقاء ان شاء الله فيديوهات اخرى. بقول الاخر زعفران الحار، الزيت البلديه، هادو دابا التوابل تاع الدجاج اختي فاطمه، ياك لاله فاطمه دجاج. تبارك الله، شحال من طير هذايا اللي طيبتي؟ 100 دجاجه. 100 تبارك الله. كتغسليه انت نيت؟ كنغسلهم انا والمساعده ديالي تبارك الله عليك، بالحامض والرماج وسكينجبير والملحه. تبارك الله عليك. تغسلو مزيان ويترقدو في الملحه والحامض وسكينجبير كتوجدوهم ليله قبل. الله يعطيك الصحه. تيباتو في هاد التوابل حتى لغد لي، وتنعاودو نغسلوهم 4 الخطرات 5 الخطرات. دابا الاخت معنا عاد كتحمر، حنا راه جينا معطلين، لقينا تبارك الله طيبات، الله يزين صنعه والله يخلي لها صحتها. ها هما حطاتهم ودابا بدات تقلي، ها هما تقليهم في 100 دجاجه تبارك الله طيبه واجده، كتتحمر تحمر بخمسه بخمسه، كتشوفوا الزيت كثيره باش ياخذ كل الدجاج محمر مره واحده لون واحد. اييه تبارك الله عليك اختي، هي التغميره ديال الدجاج واقفه على حقها وطريقها معلكه تبارك الله عليك، معلكه ومعسله. اييه تبارك الله عليك. زعفران الحار، هي الروائح شهيتكم بناتكم، كان كيتشموا الريحه ماشي غير الصوره بوحدها، هي اللحم طايب تبارك الله عليها، حد قطيبات كلشي بكري. ها طنجره اخرى ديال اللحم، ها طنجره اخرى ديال اللحم، النجره الثالثه تاعت اللحم كتشوفوا واقفه في القطره ديالتها ما فيهاش الماء، يعني تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. ايوا الدجاج غادي نزوقوه ان شاء الله بهذا الزواق هذا. ايه هما الاخوات هنا المساعدات ديالها لامينة ولا خديجه كيصاوبوا هاد الديكورات هادو بطرنشات نتاع المصير. الزيتون واللحم غنديروه بالبرقوق واللوز ان شاء الله. تبارك الله عليكم اختي، الله يبارك فيك. هما قدامي تيصاوبوا، اللون تيشهي في الاحمر والخضر. تبارك الله عليكم. هاي دابا خدامه اختي فاطمه، هانتي درت الحم السطاط عاد واللحم. ايه هو دابا غادي ندور الحريره ان شاء الله. عارية يا خديجه صافي شويه هنايا، خلطات الماء والدقيق. اه دابا نتوما كتعرفوا الكميه من مع الولف، عرفتوا الكميه شحال. درت الصفايه باش ما يبقاش الحم مكركب. تبارك الله عليك. عاري خديجة، وغادي نزيدو مطيشة وقزبور، خليتو حتى تيطبخ شوية حتى نرمي القزبور باش تبقى النسمة ديال القزبور. تبارك الله عليك. شدي هاكا، خليها هاكا مطيشة، فهمتي مطيشة ديالها. ديت الحك،
الحك ديال الكيلو كامل. اه راك ان شاء الله كبيره. ودابا تحركوا الى خص الماء تزيدي تطبخ وحنا نشوفوا واش ثقيله ولا خفيفه ولا على حسب الذوق نتاعكم. هانتي ها الحريره ديالنا. سي فاطمه معروفه بالحريره. الحريره ديالك لا يعلى عليها. طيب كله ما شاء الله. الله يسخر. حتى اللي دار شي حاجه تيديرها متقونه. تبارك الله عليك. دابا غادي نزيدو القزبر. بس تبقى يدك فيها. انتي تتحركي انتي تتحركي. صحيح الطبخ باش نعرفو واش خفيفة ولا هذا. إلا لقيناها ثقيلة تنزيدو شوية الماء. قالنا دابا غير القزبر نزيد. ما شاء الله. عرفي خديجة القزبر. تحشنا الحريرة. عاد خرج رمضان. الحريرة عزيزة على رمضان سبحان الله. كلها وذوقه صراحة. ها؟ كلها وذوقه. أنا عندي واحد الأخ ديالي لما كانش في طبلة ما كاينش رمضان. السؤال لابد تكون. ممكن نقطع؟ ما قطعت. عاد رميت القزبور ها هو. دابا القزبور كتشوفوا خضر. بغيت تقطع ليا التصوير ما عرفتش علاش. المهم هو يلاه دازتو وزادتو مطحون في مولينيكس. ما مطحونش بزاف مطحون غير شويه باش يبقى مفرز. جوج ضربات باش ما يبقاش ما يوليش عاوتاني ما صافي. تبارك الله ما بقى لي دابا والو. طفيو عليها ان شاء الله. صافي غير طبخ دابا مزيان وغادي نطفيو عليها ان شاء الله. وهنا راه كتقلي تتحمر الدجاج واللي حمراتو كديرو في داك البانيو لهيه دير عليه المنادل والميكا باش يبقى سخون. هنا تبارك الله كمية كثيرة ديال الدجاج. الصوت غير هضروا على خاطركم انا نحيد الصوت. دابا غادي ان شاء الله مع الاخت فاطمة غادي نبداو في الدريساج نتاع الطباصل. الدجاج من قبيلة وهي حمراتو وداتو في البانيوات باش يبقى سخون. دابا الدغميرة كتسخن وهي كتدير الدغميرة. نديرو فوقها الزيتون. الزيتون تنزوقو شوية بالحامض. الحامض دوك الطباسلات اللي وريناكم قبيل. تزاد واحد طبلة. تزاد واحد طبلة. تزاد طبلة؟ اه. برا هاش ولا صغار ولا؟ لا كباري كباري. ايوا هذاك هو الديفو. احنا دايرين أربعة في الطبسين السنة. راه غادي نديرو ثلاثة في الطبسين دايرين أربعة. صوبي هذاك نصورك كيف ديري ليه؟ كنت عوالي نديرو غير ثلاثة دابا درتو أربعة. أربعة. غير وزي فين غير. صافي كيدير لهم طويلة كيديرو لتحت. تبارك الله لاختي فاطمة. الله يبارك فيك.
ان شاء الله نعطيك الصحه باينه غير من ريحتها اصلا برا كتشهي الله يخليك صحيحتك ان شاء الله. نتوما تشوفوا اخواتي الدغميره ما شاء الله معلكه وجديده الريحه كتشهي وخير ما كنتعشاش دابا تحلات لي الشهيه ملي شميت الروائح زوينه والدجاج محمر على حقه طريقه بالطريقه المغربيه مع لا فاطمه المريني طباخه المراني عفوا الطباخه المحترفه ديالنا ديال مدينه الخميسات. الدغميره ما تنديرش داكشي قليل تبارك الله لان صراحه تيبغيو الناس تيبغيو الناس اللي كيبغيو الدغميره بصح الدغميره هي كلشي هي اللذة تاع ان شاء الله تنبغيش نحط الحمص بارده وتحت سخون باش هذاك الشيء باش يكون راه محمر ومقامي الدماء تبارك الله. طيب واحد شويه دابا ان شاء الله غادي تبدا تسربي في الطباسل ان شاء الله. ها هي لا فاطمه ان شاء الله بدات كتسربي اللحم ان شاء الله دريساج في الطباسل اطراف قل اللحم بالبرقوق واللوز زيد شويه البرقوق زيد لي عدا البرقوق ها بشويه ما تزربوناش عافاك باش نحطو هذا الشيء سخون و بحال بحال ومقاد فاطمه ها فاطمه راه زيد اللحمه كاخويا في البال قرقره ولا ما ديرش البال يا عافاك دير لي دم ديري شويه ليدم تنبغيش نحط ليدم واش بركه غير شويه ديال الطوميره لا غير صافي غتبقى دير بحال هكا داير 22 طبسيل ها 22 طبسيل الله يبارك فيك أغنيتي شو الشكر تاعك لاباس أغنيتي